Hold Y to enable menu narration. Press menu skip.以前この記憶について聞かれたな。なくしたと伝えていたが、あれは嘘だ。間違った教訓を得てしまわないか心配だったのでな。この男は多くの人生を歩み、多くのことを教えてくれた。我々の仲間になった時、彼は泥棒だった。バグダッドの路上でひたむきに暮らす彼は、良い未来が自分と 辺境で苦しむ人々に訪れることを夢見ていた。彼が生きていたのは黄金時代、栄華を迎えていたアッバース朝だ。その絢爛の裏に腐敗がはびこっていた。古き結社は猛威を振るい、残虐行為を繰り広げた。まだ隠れし者だった我々は抗った。
影から敵を襲撃しながらな、終わらぬ闘争だ。かつてその中心に彼はいた。バシム・イブン・イスハーク、心情を重んじ心情に挑んだ。見習うべきだ。我々は歩む影を奉仕するべき光と履き違えかねない。我々もいつか試される時が来るだろう。その時は近いのかもしれない。深呼吸。またジンに？今度は何が望みだった？骨から肉を剥ぎ取られ、腹綿を貪られた。多くを語らないくせに痕跡だけは残していく。奴が肌を這う感触が今もある。目新しさがないって言ってあげたら？とりあえずジンニーのことは忘れよう。今日も仕事が始まる。デルビスがまた依頼を持ってきた。依頼主は？また彼ら？ラクダに水を売った方がまだ稼げるよ。おいね、ハル。使命感はないのか？使命で腹は満たせない。ああ、でも魂は豊かになる。先に出てるから。安っぽい宝石に色あせたコイン。コソ泥家業の成果だ。早くしてよ、バシム。ありふれた道具が少しあれば偉大なモスクも建てられる。父上、これからも知恵を貸してほしい。どこにいようとも。依頼があるんでしょ？さっさと済ませよ。わかってる、今行く。これを盗んでも売れやしないってネハルに言ったのに、あいつは欲に抗えなかった。こんな古びた装飾品のどこにあいつは魅了されたんだ。
日が落ちてきたね。デルビスを待たせたくない。また説教されるのはごめんだ。どこへ行くつもり？هل تذكر آخر أشعار أبي نوازا؟ غريبة كثيرة. أكنت لمحلمة عمالقة له شعر ملتهب. أود رؤية أحد. أريد القراءة. سأنضم إلى الحرس وأحمي الخليفة عندما أقدر. في طريق العودة. وهي ما أقدمه. لا تدخل معا جميعا في آن واحد. العقود التي أثقل بها درويش كاهلك ليست بالقليلة. يثق بأنني سأفعلها. أعلم يقينا أنك تحظى بثقته، لكن هل تظن أنك تحظى بثقتهم؟ أعني هذه الشخصيات الغامضة. أرجو ذلك بعد كل ما جرى. عليهم إثبات ذلك. إنك تتحمل المخاطر كلها ولا يقدمون إلا القليل. إنهم محررون يا نهال، ليسوا تجاراً. أعرف هذه القصص، ولكن لابد أن يكفي ثمن الحرية طعامنا. إذا لم تتحقق توقعاتك لسبب ما، بشأن هذا العقد، لا أريد منك أن تشعر بالضيق من كلامي، إنما أرجو مصلحتك فحسب يا صديقي. لا مانع من التصدي لمضطهدين كما يفعل المستترون. هل تظن نفسك بطلاً من أبطال الغد؟ جلجامش القادم؟ لا، لست سوى ابن خادم للخلافة كرس حياته لتحسين أوضاع قومه، فقط ليهمش وينسى. لكن يشرفني أن هذا ظنك بي. لربما أنوي أن أكون مثله. ليس ذلك ما قلته على الإطلاق. ذلك ما سمعته. يا لهذه الحشود، لابد من أن هناك أمراً مهماً. لقد استدعوا الخليفة إلى قصر الشتاء، ومن المؤكد أن حاشيته الثرية هي التي تقود هذا الحشد. Oh.
في حالة مزاجية مناسبة لتقديم التبرعات. آه، أفهم ما تعنيه. قليل من خفة اليد لشحذ ذكائنا. إذا لم يكفي العقد لإطعامنا فربما ستفعل الخلافة. ترك التاجر كيس نقوده على الطاولة. إنه هدف سهل للبدء. يحسن به المغادرة قبل أن يلاحظه. تعال هنا، عليك الاستعداد، سأنشل ما معهم. عين ثاقبة ويد رشيقة، صفتان لا يستهان بهما. هناك ذلك الرجل المزعج، لابد أن لديه شيئاً ذا قيمة. الصفقة الوحيدة التي تحتاجون إليها هي التي ستعقدونها معي. تعالوا وشاهدوا ما الذي عساه يكون أهم؟ تعال هنا، ماكرا بحق. نقدم تخفيضات على شراء الكميات وتلك التي تقف هناك، إن معها بعض النقود. أحسنت صنعا، إنك سيد لصوص الأنبار حقاً. هل هذا حديث الغيرة؟ قليلاً يا لص أكياس النقود العظيم. يا لثقة للظل، هيا، لقد تأخرنا على درويش. تعالوا وتاجروا معي، أقدم تخفيضات على شراء الكميات وأسعاراً خاصة لكل من يتردد علي من الزبائن. تراجع، اغرب عن وجهي. Oh!
تشرفت. كيف حالك؟ تبدو علينا أمارات النشاط. ما الحكايات التي سنسمعها اليوم؟ الطوال منهم بالتأكيد. أهلاً باسم، تعال هنا. أسرقت شيئاً مفيداً اليوم؟ يا فهمي باسم، لقد وصل الخليفة مع حاشيته. هل رأيتهم؟ لا، لم أرهم، لكنني التقيت ببعض تجاره في الأسواق. أما أنا فرأيته. الخليفة المتوكل أضخم مما تخيلت، إنه فارع الطول. هذا لا شك فيه، إنه يلتهم الطعام المعد بأجود أنواع التوابل، ولا يسع كلانا سوى أن نتمنى تذوقها يوماً ما. سمعت شائعات عن قدوم زائر مهم، لكن لا أستطيع أن أقول ممن. أخصمت أن أكتم السر. دعني أخمن، إنها حلا، ابنة حارس القصر. ماذا؟ كيف عرفت ذلك؟ أعلم إلى أين تذهب حقاً عندما تقول إنك ذاهب إلى جلب الماء. إنها طيبة، صديقة وفية لك، ومن يدري، ربما تكون أكثر من ذلك يوماً ما. أخجلتني يا باسم. أنا جاد، ستجعلك في مأمن من المشكلات، يمكنك الاستفادة من ذلك. أراك لاحقاً يا فهمي. أنجبت إحدى كلاب الشرطة جراءً منذ كنا جمع عشبين بركي أيضاً. كيف حال ركبتك يا أمين؟ تحسنت كثيراً، استرحت بضعة أيام كما قلت لي. ما دمت تتحسن كل يوم عن سابقه وتحرص على ألا تجهد نفسك فوق ما تطيق فسوف تستعيد عافيتك. هل حدث لك ذلك من قبل؟ ألهذا عرفت طريقة علاجه؟ الجروح والكدمات ليست غريبة علي، فتعلمت تجنبها، وعليك تعلم ذلك. إذا سمحت لي، نعلك مهترئ ولا يمكنه الثبات جيداً على الأرض، إن ركبتيك تتلقيان الصدمات عند الحركة. علينا أن نجد لك نعلاً أفضل يناسب قدميك، لكن هذا ليس سهلاً. المساجد تمتلئ بها، أثق بأنني سأعثر على نعال أفضل هناك إن لم يكن رأيك يخالف ذلك. لا تنتظر مساعدتي، سيكون ذلك الأمر بينك وبين الله يا صديقي. ليس صحيحا. لا لا، ما هذا؟ تثر غضبي أيها الكلب. جلو يا ترنيكوكول، خرب. كف أيها القتالة، لن تعجبك نتيجة إزعاجي. مرحبا بك يا باسم. ويحك ويحك ويحك، ها قد جاء الفتى الكسول، لقد كنت في انتظارك. كان على أحد تدبير الطعام. مهلا. طعام، ما كنت لأختال بذلك المال في الأسواق، ثق بي. اذهب إلى سائدة، إنها تستخدم الكثير من الزبد. إنها تفعل ذلك حقا. تبدو منهكا، هل أنت بخير؟ أمر هين ستعالجه مغامرة صغيرة. ماذا يريدون؟ دفتر شحن بحري في الميناء،
لا قيمة له في حد ذاته، لكن المعلومات المدونة فيه شديدة الأهمية عندهم. منتهى السهولة، أليس لديهم ما هو أصعب من هذا؟ يمكنني القيام بالمزيد. دع عنك التفاخر، حراس الخليفة هنا بأعداد كبيرة، وحري بك تذكر ذلك. إنك تهتم لأمري الآن أكثر مما كنت تفعل في بغداد. اهتمامي لأمرك لم يتغير، لكنني كبرت وأصبحت عاجز عن إخفائه. فلتحضر ذلك الدفتر ولتفعل ذلك بسرعة. نحن لم نتحدث عن أجري. ولن نتحدث عنه، ليس قبل إتمام العمل. إنك تعلم طريقتهم. يا للصدمة، ما هو إلا رسول، وأنت مجرد ساع لذلك الرسول. فلتقم بهذه المهمة بنفسك. لقد رأيتهم بين الجنود يسيرون في الموكب المتجه إلى قصر الشتاء. أكانوا يحملون السيوف والرماح؟ بالطبع كانوا يحملونها، إنهم جنود. أود سرقة سيف أو خوذة. يا مطيعة، أين ذهبت ابتسامتك؟ ماذا حدث لك؟ لا أريد الحديث عما حدث. لكنني لن أغادر حتى أسمع منك الأمر. نحن بحاجة إلى من يصد رياح البؤس التي تهب من مأوى درويش. هل هو المسؤول عن غيوم الكآبة التي تعلوك؟ صرخ في وجهي ونعتني بالغبية الحمقاء لأنني أغضبت بضعة حراس دأبوا على مضايقتي. يا لقسوته، لو كنت مكانك لفعلت الشيء نفسه. هل سيأمرني بالمغادرة؟ يا مطيعة، إنك لا تعرفينه كما أعرفه. لن أقول إلا هذا، قد يبدو درويش غليظ الطبع، لكنه طيب القلب. إنه يحاول أن يحميك فحسب، لكن لا بأس بقليل من الانتقام. ماذا يمكن أن نفعل؟ ماذا يمكن أن نفعل؟ في الغد حين يعم الهدوء سنصعد أعلى مبنى قريب ونرمي جدرانه بالحجارة عندما يحاول أن ينام. فكرة ذكية، أراك لاحقا يا باسم. ألم يذكروا أي شيء آخر عن الدفتر؟ أو لما يريدونه؟ قلت لك كل ما أخبروني به يا باسم، وكالعادة إنه يكفي. لماذا تسأل عن ذلك؟ أريد أن أعرف بالضبط ما أنا بصدد المشاركة فيه. لقد بذلت جهداً كبيراً من قبل لتيسر لهم السبل، ولهذا سأنقل رسالتك إليهم. خوفي الوحيد وخبرتي الطويلة يحتمان علي إخبارك به. ما من أحد يعمل في الخفاء إلا إن كان مضطراً لذلك. كان يتقي خطراً داهماً مثلاً، وبالعمل معهم استدعينا هذا الخطر إلى بابنا، وعلينا توخي الحذر وإلا داهمنا. باسم، أنت وحدك في هذا. لا أريد منك أن تغضبي، لقد قبلت العقد ويتحتم علي الوفاء به. لست غاضبة باسم، لا أفهم السبب الذي يجعلك تدير ظهرك لما فيه صالحك وتخدم صالحهم. لا تدين لأحد سوى نفسك، تذكر ذلك. هذا ليس عقدا بل صنيع معروف. أنا لا أعمل لقاء الفتاة. ما الحساب النهائي لما استلمناه؟ 16 قفصاً، صندوق واحد، 6 حقائب. كان هناك 3 أقفاص عندما رجعت الدفتر. أمهل المعاونين المسؤولين عنها حتى مساء الغد. إذا لم يحضروا فقد نسوا أمر بضاعتهم. احتفظ بما يروق ناظريك وتخلص من الباقي. انتظر هنا. أهلاً.
الطهر. إذا رآني أحد فسأضطر إلى الفرار. حمدا لله أنني أستطيع أن أسبق أولئك الحراس المتراخين. إنه مغلق، سيعطلني قليلاً. الذي يجري؟ كما كنتم.
أهلا، ما الذي يجري؟
هناك، لعل ذلك ما أبحث عنه. الأسرار التي دونت في هذا الدفتر يا ترى؟ ربما أستطيع الضغط على العجوز المتذمر درويش ليبوح لي ببعض أسرار العقد. لم يصبك مكروه كما أرى. كان الأمر في غاية السهولة. أوف، يا لرائحة الغرور الكريهة التي تفوح منك. قد نستفيد من الجواسيس في المدينة. سأرى ماذا سأفعل. إنها مهمة على ما يبدو، ساوم على أجر أعلى. صحيح. باسم، في الوقت المناسب أحضرته معك؟ وبدون جلبة. إلي به إذن. أنت واحدة منهم؟ ها هو، يبدو كأنهم أوصلوه صباح هذا اليوم. أوثقة أنه الصندوق المطلوب؟ أنا متأكدة. أعطي الصبي أجره. إذا احتجت سرقة شيء فأنا المنشود، درويش يضمنني، كلفني بتنفيذ جميع عقودك. انتهى دورك إذن. بوسع المزيد. مات اثنان من خيرة رجالي في مسعاي، ولن ينجح لص شوارع فيما فشل فيه. دعيني أنضم إليك، لديك مكانان شاغران. لقاء هذه الإهانة علي أخذ نصف الأجر. شكراً يا درويش. أصغي يا باسم، إن أردت الاستمرار في العمل لدي فعليك الاختفاء وإغلاق فمك. لما تحرج نفسك بهذا الشكل؟ ما قصدك؟ كأنك متسول، تستميت ليمنحوك الانتباه. أستميت؟ يا نهال، أنا بارع فيما أفعله.
ستكون تلك المرأة محظوظة بانضمامي إليها. لكنها لا تريدك. أنت لص شوارع متسخ القدمين، لما العناء؟ لما تواصل إقحام نفسك في هذا الطريق؟ لأن لصوصية الشوارع ليست أسمى طموحي. لدي ما أقدمه إلى العالم غير أنامل الرشيقة، إنهم لا يدركون ذلك بعد فحسب. أوشكت يا جاسب. ما هذا؟ أها، هذا أحدث ابتكاراتي. إنه يساعدني على إبعاد التجار الغاضبين حين يرونني أفتش في بضائعهم. سأعد نفسي ناجياً. رائحتك كريهة، ما هذا؟ كنا نصطاد في الميناء منذ الصباح وكان الحظ عنيداً. الميناء؟ ألم ترى أو تسمع جلبة بشأن صندوق؟ نعم، صندوق أسود جميل للغاية، أخذه حراس ضخام إلى القصر. شكراً لك يا جاسب. ما الذي تفعله؟ إنهم يريدون الصندوق، وسأذهب لإحضاره إليهم وسيعرفون قيمتي. لا فائدة من إقناعك، أليس كذلك؟ لنفعل هذا معاً إذن. إذا أمسكوا بك عند قصر الشتاء فسيقتلونك فوراً. نحتاج ممراً آمناً إلى الداخل، وأنا أعلم أين يمكن أن نجده. هل نذهب لاستطلاع قصر الشتاء الآن؟ لا تتورطي في هذا يا نهال، أدرك شعورك تجاه هذا الأمر. إنها حماقة مطلقة، لكن يبدو أنني لن أستطيع إيقافك، ولهذا سآتي معك وسأزعجك حتى تقرر ترك فكرة سرقة الصندوق من قصري الشتاء الخاص بالخليفة. حين تقولينها بهذه الطريقة أشعر بالإثارة. هل سنذهب أم لا؟ سأتبعك. إنها خطة مجنونة يا باسم، ولو افترضنا أنك نجحت ورحبوا بك في صفوفهم، فماذا بعد ذلك؟ هل ستنسانا؟ بالتأكيد لا نهال، إن مصلحتهم هي مصلحتنا. أنت وأنا وسائر المنبوذين الذين يقيمون في الشوارع ويعيشون على الفتات والمياه القذرة، بوسعي أن أكون الأداة التي تنتشلنا من بؤس تلك الحياة، الأداة التي تجعل جاسب يحسن استخدام مواهبه ليكون حرفياً خبيراً، أداة تضمن ألا يتعرض الرجال الصالحون للنبذ مثل ما تعرض أبي، وتبدد حيرة الأطفال وخوفهم مما يحمله الغد لهم. ويني. أتفهم ما تحاول قوله يا باسم، لكنك تحسن صورة العالم لا وجود. تخالفك الرأي في هذا. ها هو ذا قصر الشتاء، هيا من هنا. خلفك مباشرة. هيا
توفير مساحة من أجل حمولة التالية المعلقة. وصلنا لننتظر حلول الليل. ألا يذكرك مكان وقوفك بذكريات جميلة؟ منذ زمن ليس ببعيد كنا نعد غنائمنا في هذا المكان في وقت مشابه لهذا الوقت تحت جنح الليل، حينها كانت المخاطر أقل وكذلك كانت الغنيمة. حسناً، قبل أن تطالب بغنيمتك يجب عليك الوصول إليها، وكما أرى سيتطلب هذا الأمر قدراً من الإبداع. يمكننا تفقد البوابة الأمامية. وأخبرني إلى ما سيؤول الأمر. إلى أين أنت ذاهبة؟ لدي فكرة ذكية، إذا لم يكن لديك مثلها فيجدر بك أن تتبعني. مهلاً. الآن أين ذهبت نهال؟ سرني لقاؤه. أرجوكم. أهلاً، أتريد الذهاب لرؤية البحور لاحقاً؟ أنا أعزف ما يسر قلبك. أتلفه أحد أبنائي وهو يلعب بمثانة تلك الآلة الغريبة التي تصدر الموسيقى.
لص من هنا، هذا الرجل لص، يجب استدعاء الشرطة بسرعة. طبيعتها البعيدة عن المنال قيلولة قصيرة، ولكن ليس أكثر من اللازم. مهلا، ما ذلك؟ حسنا، لنعد إلى الملل. مهلا، ما الذي يجري؟ لكل جواد كبوة. إلزم الصمت الآن، كفى أنينا. عملنا. ساين، هذا لصالحك. ها؟ ماذا يجري؟ مهلا، ما كان ذلك؟ آه.
مهلا، ستموت الآن. قاتل بذكاء. سأمزقك أشلاءً. كما كنا لكن سأواصل المراقبة تحسبا لي. حسنا، لن يحدث شيء. لا تدري، من الأفضل أن تبقى متأهبا. سنكون مستعدين إذا طلبنا أحد. النوم أو ما إلى ذلك. لا تدخر وسعا، هكذا أقول لك. لن يبتعد كثيراً. لا بأس،
سأنال منك. أنت ميت بالفعل. كفى، لن أضيع مزيدا من الوقت. ما كان ذلك؟ أهلا، ما ذلك؟ لا تحدث جلبة. تعتبر اللقاء. هل هناك خطب ما؟ موضع محتمل. ما كان ذلك؟ علي البحث بدقة. سأخرس فمك. أجل، هل ترى؟ أليس هذا جميلا؟ إنه يفر. ليستمر حذره. حسنا.
أنت ذاهب. أصب الحديث. الجبان الكافر. يبدو الخليفة مضطرباً. وجود ابن عنيد لا ييسر الأمور. الفتى متحمس، إنها أول مرة له في القصر، فليتجول كيفما شاء برأيه. ينبغي أن يكون هذا المجلس مختصراً على أي حال. ها هم، هيا. من هناك، الخليفة في انتظاركم. وصلوا يا مولاي. فلتخرجوا جميعاً، سألتقي بهم وحدي. أبتاه، اسمح لي بالبقاء. خذوه. يبدو ثقيلاً، لن نستطيع إخراجه من القصر. إذن سأضطر إلى أخذ ما بداخله. أيها السادة، مرحبا، كل شيء مرتب. أعلم أن لهذا شأنا كبيرا عندكم، فلتطمئنوا إلى بقائه مصونا هنا. لن نرضى بأقل من هذا. سننجز أعمالنا ونعود إليك عندما نكون على استعداد. استعد أيها الخليفة. أيمكنني رؤيتها مرة أخرى؟ محتوياتها؟
لحماية الصندوق بأرواحنا فيجب أن نعلم. لم تر شيئا من هذا ولم تقل شيئا، أهذا مفهوم؟ نعم بالتأكيد، انسى ما قلته. حانت فرصتنا. هناك شخص قادم. من هنا المكان آمن. لم أتخيل أني سأدخل هنا قط. انظر إلى هذه الأقواس، يمكنك نزع قطعة منها وبيعها مقابل الكثير من الذهب. ألم تحضر معك بالمصادفة فأساً؟ سأتذكر ذلك في المرة المقبلة التي نقتحم فيها قصراً. لا بأس يا باسم، افتح، اسرق، اهرب. أسرع باسم. باسم. أعطني هذا. لا لا، لديك فكرة عما سيفعلونه بي؟ أرجوك أرجوك سامحني. هذا خطأك. توقف أرجوك. أيها اللص الحقير، لا أركض. نهال انتظري. أبتا أمسك الفتى. لقد مات الخليفة. أمسك الفتى. أنا أراه سأقضي على المنطقة. على يدي. ابقى بعيدا. لن يتجاوزني احد. انا اراه. انا اراه. انت هناك، توقف. ماذا؟ ما الذي فعلناه؟ ما الذي كانت تفكر فيه؟ يجب أن أحضر عليها. من المحتمل أنها عادت إلى الديار.
نهال، هل أنت هنا؟ التزموا الهدوء. نهال! لا، هذا يكفي. بحقك، ما الذي تريده مني؟ اهدى، اهدى يا باسم. نهال؟ ليس بالضبط. أنت بخير؟ جيد، لأنني أريد منك إخباري بشأن هذا. لا أعلم ما تقصدين. قل لي ما الذي حدث. الصمت ليس في صالحك الآن. لا أتعمد الصمت، لكنني لا أستطيع شرح ما رأيت. تلك الأداة كان لها تأثير علي. لقد كنت في مكان آخر، مفزوعاً وأشعر بالبرد، وقبل أن أدرك الأمر انقض الخليفة علي وأمسك عنقي بيدي. كان حادثاً، لم أقصد أن، ما أردت إلا المساعدة. علينا إخراجك من هنا، لدي قارب في الميناء الغربي. ماذا؟ لا أستطيع المغادرة، يجب أن أعثر على نهال. كف عن هذا وفكر يا باسم، حرس الخليفة يبحثون عن قاتله، إنه لص شاب أوصافه كأوصافك، لن يتوقفوا عن البحث حتى يعثروا عليك، وحين يفعلون لن يلقوا بك في زنزانة بل في قبر ضحل. سأمنحك فرصة ثانية، استغلها. نهال، درويش، جميعهم في خطر. الجنود يطاردون كل من يشبهونني. Mm-hmm.
باسم، باسم، تجنب النظر. لم يكن بوسعنا فعل شيء. لا شيء؟ لو بقي الخليفة حيا لما حدث هذا. انتبه إلى أين تشير بإصبع الاتهام باسم. سرقة الصندوق من القصر فكرتك، لأنك أردت إعجاب أصدقائك الماكرين. ما فعلته أنقذنا. أنت قتلتهم، أنت من فعل هذا. أتى من تلك الجهة. أرجو ألا أراك مجددا أبدا. بسرعة. كلهم ماتوا بينما كانوا يسعون لمعاقبتي. أنا لا أستطيع البقاء هنا، لا أستطيع. استسلم يا فتى، لا فائدة من الاختباء. قال رجال انه مر من هذا الطريق، تحرك. توقف. هذا هو. أعتقد ذلك. إجابة كافية. تحرك. ما الذي تفعلينه؟ لا تفكر. يوم جديد واختبار آخر، علي العودة. Thank you.
تكن لديك ثقة بنفسك فمن سيثق بك؟ ها أنت ذا، هل أنت مستعد؟ أظنني كذلك. لا تفكر في الماضي، فلا تأثير له على الحاضر. ارتدي ملابسك وسنبدأ. هيا يا باسم، كما تدربنا. أمرك معلمتي.